النهارده الالماني كان حلو جدا، كان اسهل من الامتحانات اللي فاتت. كان تمام بصراحه، بس هو في تكات شويه بس هو حلو، كان جميل جدا على فكره. كان عالياته مش من جوه المنهج، يعني مفيش حاجه جديده. الامتحان النهارده كان سهل، الفرنساوي كان كويس جدا والالماني، وهم كلهم يعني قالوا ان هم كان جاي من الكتاب وكده. وامتحان برضو الاحياء امبارح كان كويس جدا. لا انا كنت ماده فرنساوي بس الامتحان كان رخم، يعني هو في نزل امتحان الصبح قالوا ان هو متسرب بس ما طلعش هو، بس الامتحان كان رخم، كان في اسئله المواقف كانت رخمه جدا وكانتش جايه اصلا حاجه من الكتاب. امتحان الالماني كان شويه سهل، واخر سؤال بس هو اللي كان صعب وما جاش معظمهم الكتاب، كان صعب جدا الصراحه اخر سؤال.